مسيد ديال ما يبغي الجزائر مسيد هما سبب الجزائر ما لي ما عندهم مسيد معهم. الجزائر كانت سابقة المهدولة وهذه مسائل تاريخية وكون عقد وعدل ما لا علاقة له ما لي ما جاء بالدول العثمانية ولا جاء بفرنسا أبدا. نجاه الله منهم العثمانيين ما لحقوا المغرب وفرنسا فوتوا في المغرب في 40 سنة من 2012 إلى 2055. إذا الجزائر لا، الجزائر العثمانية قاربت 3 قرون مخصوصين وفرنسا قاربت 2 قرنين ولا يقطع الدولة اسمها الجزائر. الشعب خارج هذه الدولة ما هي خارجة، وخارجة أرض مغربية دفعتها فرنسا للجزائر. الجزائر ما هي خارجة، الساعة فرنسا ورا البحار أرض الجزائر هي بشار وتندوف والغناسة دفعهم بناء على أس على اتفاقات أنفا اللي كان فيها محمد الخامس ولي العهد الحسن الثاني رحمه الله وروس في تاريس فرنسا وتشورسي اتفقوا على نقط 4 نقط هما طلبوا نقطتين والمغرب طلب الملك طلب نقطتين. المهم اللي طلب المغرب هو إلى انتصر الحلفاء تخرج فرنسا. فرنسا من نسيان الحلفاء انتصروا عفت على خارجة اعتضت تندوف وبشار وضمت مرض فرنسا يسار فرنسا الجزائر خذ المسكين. منين استغلت الجزائر سبب استغلال فرنسا طلبت من المغرب يتخلى عن مساندة الجيش الجزائري وترجع له أراضي المغرب بالفضل ما هو يتنازع عن الجزائريين وقعت الأرض مع الأسف ضعنا فيها. القضية الثانية وقت الحكومة الجزائرية في المنفى اتفاقية مع الحكومة المغربية فما يسمى ذلك الساعة بفضالة فضالة كانت هي المحمدية. أنا من استقلوا أرض الصحراء استقلوا ضربوها بسكتة ما وقفت في البلاد المذكرة مشات فيها الصحراء يعني مشات الصحراء. فهذا ما يقبلنا اقتراح فرنسا واتفاقات القضية الثانية اللي ضعنا فيها هو حرب الرمال 63 كان الجيش الجنوبي في المغرب رئيسه عامل طنطان مولود النعيم الله مخميسي هو المسؤول وانسحبوا وعادت فرقة قايدة حبوها الله يرحمه اللي كان عامل ومحل بشي ولد اسماعيل هذا ضباط مغريزة تعيش ملكي والبشي ولد السالك أو كان في الداخل ذاك اقتضوا تندوف على الجزائر وعادت تندوف داخله مشي وفد من طنطان من الأعيان اللي كانوا جاءوا مهاجم من تندوف مع القائد الحبيب مشاو مؤطين بالداودي عندهم اللافتات والرايات دخلوا تندوف دور الرايات دور اللافتات. الجزائر ما يمكن لها تهدر إلين جاءت برقية عن انسحاب الجيش ما يسمى الحكماء الفريق الحكماء كلهم يساريين تعاطوا مع الجزائر قالتهم الجزائر كلها انسحاب الجزائر ما عندها شيء الأرض المغرب تنسحب منه ما احتلت شيء المغرب احتلت تندوف قالوا انسحبوا طاحت برقية في طنطان في الاجتماع العمل كاد انه كان له انتحار بس انا هديت من بكر زينار عن انسحاب الجيش ورفض حبوها انسحاب 24 ساعة ما هو انسحاب ومن انسحاب مكروا الجزائريين بذكروا في السورة في الجبات اللي دخلت تندوف براياته وباللافتات قتلوا عدد منهم استسلموا وحدين هربوا جو طنطان وحدين حبسوا اخرهم قائد حمد الدباري فوت عمين عند الجزائر ومنين شل المغرب. إذن هاي مرحلة من التاريخ نخاف لكن نضيع وتندوف المرة الثالثة هو غدا إلى فجأة البوليساريو ولا الجزائر ديالها فهموا عن هذا الطارئ الأخير أنها قضية الحكم أنها قضية الاستفتاء هذا قضية الدولة دابا اللي بغاه هو الحكم الذاتي. هذا الحكم الذاتي أنا أتمنى المغرب يسد الباب على المذاكرة معهم حتى تكون اللائحة ديال الناس اللي صحراوية أصلهم صحراوية وتسلم الجهات الثلاثة جهة الداخلة وجهة العيون وجهة وادي يتراجعوها الشيوخ والعيان والمنتخبين.
لا غدي يمشي يجيب لنا عدد غدي يقول لكم لنا واش اللي غدي قالوا لنا دابا انا بغا الاستشاري يجيب هذوك الناس كلهم ما يمكن ما فهم 10% صحراويه ابدا ولا حتى 5% لان تبع هذا الملف المسكين هو الصحراوي اللي مشاو من اللي مشاو من الداخل من طنطا عندهم زوج من جزائريات نسيت جزائريه وعادوا ولادهم كبروا ونفس الشيء وقع من الجزائريين زوجوا اذا هذا الخليط من البشر صعب التفاهم معه الى ما كان احصاء وسلم الملف عاد تحت يد المغرب عطيه الامم المتحده وعرف انهم الناس اللي يجوا للحكم الذاتي نحصلوا نتمنى نتوقف على جميع مذاكرات المغرب لين يجي الله ديال الاحصاء هذه المنيه ديالي عفوا اما غدا يقولوا بغا الحكم الذاتي نحصلوا اما المغرب والجزائر لا يرجى لهم حد مشكل ابدا لان الحكم بعض الحكماء شفت كتاب ان كل خلاف يقاله احد الا خلاف واحد خلاف صاحبه حسد خلاف من علمه حسد لا حل له والجزائر حاسة المغرب ما عنده يد فيها حاسة هم شعب غير مقطع دولة حاسة دولة عثمانية حاسة دولة فرنسية لان المغرب ما شاف العثمانية شاف فرنسوي شعب كان غير الدولة ما يخالف ولا تخليط وهذا لا علاج له اذا نتصور على من الصعب اتفاق بين المغرب والجزائر حتى انتهى الحكم العسكري ويعود الشعب الجزائري يتحكم بنفسه بنفسه وتجي حكومه منتخبه وشعيان يساعد يدخل الصلح ولكن الوضع الحالي ما في صلح لا في تفاهم لان عداوه مع حسد عداوه مع حسد لا يرجى لها حل